النبي قادم بانطلاقة مشرفة، وعاشرا وتابع انطلاقة شعار بن خموشة مع محبوب مظفر بن محمد بن خموشة العامري. هكذا هي النتيجة للعشرة الأسماء المتقدمين الباحثين عن الفوز. لكن لنا عودة إلى الصدارة الأولى، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى وإلى التحدي الأول. ما زال شاهين أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي هو المحتل الصدارة، يسيطر تمام السيطرة على المركز الأول وعلى الانطلاق الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات زيزوم سيف بن مبارك بن هواش الخيار هو الحاضر مع زيزوم مع المركز الثاني. المركز الثالث تابع القادم مع المركز الثالث في هذه اللحظات، تتابع انطلاقة وتحدي هذا الشعار وهذا الاسم القادم، تتابع انطلاقة وتحدي روجيت تركي بن عوض الله بن غلاب الصواط ابناء المملكة قادمين بكل قوة بانطلاقة روجيت، اسم تاريخي اسم خطير يا ابو غلاب. المركز الرابع تابع انطلاقة وتحدي غياث سالم بن شليويح بن محمد الجابري هو الحاضر بانطلاقة غياث. المركز الخامس تابع مياس وتحدي مياس منصور بالطوير بالاسود العامري قادم مع مياس. المركز السادس وتابع التحدي والانطلاق في هذه اللحظات، وتابع هدر القادم مع المركز السابع مشاكل خليل بن راشد بن علي الشامسي قادم بكل قوة أيضا القدوم، وتابع مشرف ناصر بن محفوظ بن خميس الجنابي قادم بانطلاقة مشرف وأيضا التسلل والحضور، تابع الجوف خميس بالسلطان الخميس الوهيبي. بدأت الشعارات بالاقتراب ليتابع مع المركز العاشر شعار بن خموشة يتقدم ويحتل المركز العاشر. لكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى شعار بن الدرعي في هذه اللحظات. شاهين أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي يحتل الصدارة، يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع القادم والمنطلق زيزوم سيف بن مبارك بن هواش الخيلي هو الحاضر في هذه اللحظات. وأيضا الأسماء القادمة بدأت بالاقتراب، بدأت الشعارات بالظهور في هذه اللحظات ليقترب متابعين الكرام مع المركز الثالث. أتابع مياس منصور بالطوير بالأسود العامري هو الحاضر، وأيضا القادم غياث سالم بن شليويح بن محمد الجابري، وأيضا القدوم أتابع في هذه اللحظات انطلاقة وتحدي متابعين الكرام مشرف ناصر بن محفوظ بن خميس الجنابي. ولكن لنا عودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول وإلى التحدي الأول، إلى الصراع الثنائي ما بين الكبار، ما بين العمالقة، ما بين
متابعينا الكرام شاهين احمد بن محمد بن احمد الدرعي وما بين زيزوم سيف بن مبارك بن هواش الخيالي. الفوز وين؟ الناموس وين؟ يهل الزمول بدا الهدير في هذه اللحظات. اتابع القادم، اتابع مشرف ناصر بن محفوظ بن خميس الجنيبي هو الحاضر مع مشرف، وايضا القادم مياس منصور بالطوير بالاسود العامري. ياهي معركة، ياهو صراع، وايضا القدوم. اتابع غياث سالم بن شليويح بن محمد الجابري، ولكن العودة الى شاهين. من يحتل الصدارة في هذه اللحظات بشعارك يا الدرعي؟ احمد بن محمد بن احمد الدرعي بن هواش هو القادم مع المركز الثاني، يحتل المركز الثاني بانطلاقة شعاره. يقدم لنا زيزوم سيف بن مبارك بن هواش الخيلي هو الحاضر مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلكم بن خموشة، تقدم بن خموشة في هذه اللحظات ليقدم لنا محبوب. محبوب يا محبوب هو القادم، وايضا الحضور. اتابع اول نداء لمسار حمد بن عويضة بن سهيل الخيلي، وايضا القدوم. اتابع الزود عمر بن محمد بن سيف الخاطري، وكذلك القدوم. اتابع الاسماء، وصل في هذه اللحظات الذهب حمد بن محمد بن سم المنصوري، ولكن العودة الى شعارك يا الدرعي. من يحتل الصدارة شاهين مع المركز الاول؟ احمد بن محمد بن احمد الدرعي هو المنطلق مع الصدارة. المركز الثاني زيزوم، وحضر في هذه اللحظات مسار حمد بن عويضة بن سهيل الخيلي. الكيل الاخير، الكيل الخطير يا الدرعي يا بن هواش. وايضا اتابع مسار الخيل القادم، ولكن الدرعي ما زال مع الصدارة، ما زال مع المركز الاول. روح يا الدرعي، روح روح يا الدرعي بانطلاقة شاهين بالانجازات وبالبطولات. زيزوم قادم بكل قوة، زيزوم قادم في هذه اللحظات بن هواش، ولكن الدرعي عصاته بالطانة، ما حركوها من اشداده، ما حركوها من اشداده. الله يا مالك شاهين. احمد بن محمد الدرعي، ولكن بن هواش هو الحاضر، هو الحاضر ما بين الدرعي ما بين الخيالي، ولكن القدوم. اتابع مياس حاضر بكل قوة. الله، الفوز وين؟ سالم بن مبارك بن سالم الدرعي قادم مع مياس الدرعي بن هواش، ولكن الزرعي اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة. الفوز وين؟ ولكن الدرعي، اصمد يا الدرعي اللحظات الأخيرة ما بين الدرعي وما بين مسار، ولكن الدرعي. سلام وتحية واحترام لمالك شاهين احمد بن محمد بن احمد الدرعي المركز الثاني. المركز الثاني مسار حمد بن عويضة بن سهيل الخيل. المركز الثالث وصل مع المركز الرابع مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، وخامسا
المركز الخامس كان زيزوم سيف بن مبارك بن هواش الخيلي. إذا تهانينا والناموس لمالك شاهين حمد بن محمد بن حميد الدرعي. 13 دقيقة 7 ثواني 3 أجزاء من الثانية، بينما اللي احتل المركز الثاني كان مسار حمد بن عويضة بن سهيل الخيلي، وتوقيته الزمني 13 دقيقة 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما اللي احتل المركز الثالث كان مع المركز الثالث مياس سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، وتوقيت 13 دقيقة 7 ثواني 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الرابع كان مع المركز الرابع الذهب.